اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام من جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف ونبدا بالعناوين. الهيئنات اهالي مجمع السكك وسط بغداد يتظاهرون ضد قرار تهديم منازلهم. القدس العربي مصادرة كتاب يتعلق بإيران وإسرائيل من معرض العراق الدولي للكتاب. العربي الجديد تحركات احتجاجية في لبنان وعون يغادر إلى قطر. عربي 21 الأمن يقمع ويعتقل معتصمين ضد انقلاب سعيد. ناشونال انترست مطالب بوتين الأمنية حول أوكرانيا أشبه بإنذار نهائي قبل الحرب. واشنطن بوست تفاصيل جديدة عن الغارات الجوية الأمريكية والمحاولة الفاشلة لمنع انهيار الجيش الأفغاني. لوبوان تعاون أمني مغربي إسرائيلي غير مسبوق في مواجهة التحديات التي تفرضها الجزائر. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات ونبدأ بمقال كتبه الكاتب وليد الزبيدي في صحيفة الميثاق الوطني، حيث قال: أول ظاهرة نزوح داخلي كانت في شهر نيسان أبريل في عام 2004، وذلك بعد قرار القوات الأمريكية المحتلة بالهجوم على مدينة الفلوجة بمساعدة القوات الحكومية في عهد إياد علاوي، حيث اضطرت أعدادا كبيرة جدا من الفلوجيين إلى النزوح، واستقبلهم العراقيون في كل مكان وتحديدا في العاصمة بغداد، وجاء أوسع وأخطر تهجير بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ما يقرب من نصف العراق منذ بداية العام 2014، وبعد شروع القوات الأمريكية والدولية في دعم القوات الحكومية والميليشيات وعلى أوسع نطاق، بدأت الأخيرة في عمليات تهجير واعتقال وتغييب وعلى أوسع نطاق، ونزح الملايين وهاجر مئات الآلاف من الكثير من المناطق. النزوح والهجرة أبرز ظاهرة صاحبت الاحتلال الأمريكي للعراق منذ العام 2003، وكلما أمعن المحتل في إيذاء الناس نفسيا وجسديا كلما ازدادت أعداد المغادرين لأرض الرافدين. وعلى الطرف الآخر لا بد من الإشارة إلى حقيقة أن إساءات المحتل الأمريكي زادت من أفواج المقاومين، وهكذا يكون الشعب العراقي في ظل الاحتلال. هناك من تضطره الظروف للرحيل، وثمة من يقبل بالظلم والحيف، وكل حسب قناعاته وظروفه، وهناك من يردع المحتل وأعوانه بقتالهم بالسلاح وبمختلف أنواعه وبالموقف والكلمة والرفض الشامل لمشاريعه، وهكذا أصبح حال الشعب العراقي. ومثلما بدأ المقاومون بضرب المحتل وقتل جنوده منذ اليوم الأول للاحتلال في العاشر من نيسان أبريل عام 2003، فقد سرع البعض للالتحاق بالمؤسسات التي أنشأها الغزاة أو أشرفوا عليها، وغادر البعض هاربا من جحيم الاحتلال وممارساته وجرائمه بحق العراقيين. ولكن اللافت والذي يجب التوقف عنده أن ظاهرة النزوح والهجرة قد أخذت بالازدياد مع تغول الأحزاب التي نصبها الاحتلال. ولهذا نلاحظ أن السنة الأولى من عمر الاحتلال لم تشهد ظاهرة هجرة واسعة خارج العراق، ونعيد ذلك لبروز أعظم ظاهرة في البلد وهي المقاومة العراقية التي كانت تلحق الأذى اليومي بالمحتلين من خلال هجمات كثيرة، وصلت حسب اعتراف البنتاغون إلى 25 هجوما في اليوم الواحد، وجاء الاعتراف في منتصف تموز يوليو 2003.
لقد تم منع الأهالي في مناطق عديدة من العودة لديارهم، وأبرز الأمثلة على ذلك منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، حيث منعت مئات الآلاف من العائلات من العودة لمناطقهم، ما اضطرهم للعيش بعيدة عن مزارعهم ومصالحهم، وتوزعوا على الدول في الخارج والمخيمات في الداخل. الواضح أنه وطالما بقيت إدارة الحكم بيد الأحزاب التي جاء بها المحتل، فإن ملف النزوح والهجرة الواسعة سيبقى مفتوحاً، وأن المآسي ستتوالى. عن مظلومية المتقاعد العراقي في الخارج، كتب صفوة فاهم كامل في كل دول العالم المتحضر وحتى النامية منها، مما لديهم نظام اجتماعي وتشريعات نافذة، فإن الإنسان فيها وبعد سنوات طوال من العمل والخدمة الممتازة لوطنه واستقطاعات شهرية منتظمة من معاشه، يستحق بجدارة وبلا منية راتبا تقاعديا مجزيا وامتيازات عديدة في مرافق متعددة، ويستحق من حكومته أن يعيش حياة حرة كريمة مفعمة بالرفاهية لما تبقى من خريف عمره، تخفف العبء عن كاهله وتوفر له الخدمات أينما ذهب، وتجزيه وتصل إليه وهو في عقر داره. محنة المتقاعد العراقي في الخارج حالياً ومنها الأردن كمثال، وما عاناه خلال الشهرين الماضيين من عسر في نيل مصدر رزقه في الحياة، فبعد أن تلقى مصرف الرافدين في عمان أمراً غريباً من الإدارة العامة في بغداد بوقف صرف رواتب المتقاعدين بشكل مباشر عن طريق منافذها وبكل أشكاله، وتحويل هذا الشأن إلى البنوك العاملة في الأردن، ليستقطع البنك من راتبه مبلغاً محدوداً إضافة إلى خصم مقطوع لحساب شركة ماستر كارد في العراق كعمولة فاحشة غير منصفة، وأصبحت بطاقتها الائتمانية في هذا الوقت نقمة لا نعمة عليه. إن المبلغ المسموح سحبه من جهاز الصراف الآلي لكل البنوك محدد سقفه وضئيل وعلى شكل دفعات لا دفعة واحدة ولأيام متوالية لا في نفس اليوم لحين نفاد كامل الراتب. وتتكرر هذه الاستقطاعات المجحفة التي تصل أقيامها لـ$20 عن كل عملية سحب، وبذلك يكون هذا المتقاعد المسكين والكهل قد تعرض إلى سرقة في وضح النهار وابتزاز وقح وفاضح لا مفر منه، إضافة إلى الحيرة والذل وهو يتنقل بين تلك البنوك ملتصقا بأجهزة صرافها الآلي، ناهيك عما لحق لمتقاعدي الخارج من تعسف في العام الماضي عندما خفضت الحكومة قيمة الدينار العراقي أمام الدولار فانخفض راتبه تبعا للفرق بينهما. ولغاية كتابة هذه السطور كتب الكاتب لم نسمع تفسيرا منطقيا من إدارة المصرف أو حجة مبررة رسميا لما يحدث، وما زال المتقاعد في حيرة من أمره، لكن الأنباء المتسربة والمتداولة بين المتقاعدين والتي لا نشك بصحتها أمام ما يجري في العراق هو جزء من فساد منظم للمنظومة المالية وارتباطها بمصالح نفر من شذاذ الآفاق وعديمي الضمير، أو ما يطلق عليهم اليوم بالحيتان على حساب المواطن. والأدهى من ذلك أن أي من رجال السلطة المالية في الحكومة لم يحرك ساكناً لما يجري من خذلان لهذه الشريحة. فوضى القيم العددية وقعت في العراق أيضا بعد عام 2003، حيث أصبحنا نمر مرور الكرام الذين لا يعنيهم الأمر حينما نتكلم مثلا عن 1 مليون مواطن قتيل و5 ملايين مهجر في الداخل والخارج و1 مليون أرملة و5 ملايين يتيم، أي 5% من أيتام العالم، وغيرها من الإحصائيات المرعبة
التي تؤكد أن ما يجري هي مؤامرات مدروسة ومخططات منظمة لسحق كل ما يتعلق بكيان الإنسان والوطن. ومع ذلك لاحظنا أن هذه الإحصائيات لا تهز ضمائر غالبية الناس. نستمع إلى مقال للكاتب جاسم الشمري. هذا الصمت شبه العام والرضا بالواقع المرير لدى نسبة ليست بقليلة من العراقيين، تسبب بهضم حقوق بقية المواطنين المسحوقين لأسباب كثيرة أهمها غياب العدالة الاجتماعية. ومن هذه المنطلقات التي لم يعد للإحصائيات فيها أي أثر فعلي أو فعال على عموم مجريات الأحوال السياسية والعامة، ذكرت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان العراقية في تقريرها للعام 2021 إحصائيات صادمة في مجالات لا يمكن تغافلها وتجاهلها، ومن بينها الأمن والحرية والطفولة. وكشفت المفوضية عن مقتل 596 شخصا نتيجة العنف، ومقتل 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفيين ببغداد والناصرية. وفي مجال السجون المرعبة قدمت 900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون، ووجود 8000 مفقود. وفي الجانب التربوي كشف التقرير وجود 1000 مدرسة طينية والحاجة ل8000 مدرسة، وأن نسبة التسرب وترك الدراسة بلغت 73% من إجمالي المراحل الدراسية. وبخصوص انتهاكات عالم الطفولة المليء بالرعب والخوف، بيّنت المفوضية وجود أكثر من 1,000,000 طفل أقحموا في قطاعات العمل المختلفة لعدم وجود معيل لأسرهم، وكذلك أكثر من 45,000 طفل لا يحملون أي أوراق ثبوتية رسمية كونهم من عوائل داعشية. ومؤكد أن جميع هؤلاء هجروا مقاعد الدراسة، فكيف تنهض البلاد ولديها هذه الأعداد المرعبة من الأيتام المحرومين والأطفال العاملين وهذا التضييع شبه المتعمد للتعليم؟ يتساءل عنه الكاتب. نشرت مجلة فورن أفيرز مقالا للباحثتين الأمنيتين بيكا واسر وإليسا إيورز، قالتا فيه إنه منذ إعلانه ترشحه للرئاسة أوضح جو بايدن أنه يريد إعادة التوازن إلى الوجود العسكري لأمريكا في الشرق الأوسط، ووعد بايدن أيضا بإنهاء الحروب الأبدية في أفغانستان والشرق الأوسط وإيقاف حقبة العمليات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل دول أخرى مقابل تحويل نظر واشنطن إلى الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع بحسب المقال. تبدو إدارة بايدن مترددة بشأن ما تختاره أمريكا في النهاية، ففي حين سحبت واشنطن بعض مواردها من الشرق الأوسط، وعد مسؤولون في الإدارة بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن شركاء إقليميين قلقين بأن التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد. وترى الباحثتان أن أمريكا تحتاج إلى إعادة تقويم الرصين للأدوات العسكرية التي ينبغي أن تخصصها للشرق الأوسط، وهذا لا يعني الانسحاب من المنطقة أو التغاضي عنها، لكنه يستلزم تقييما واضحا لكيفية ترتيب أولويات الموارد العسكرية لواشنطن وكيفية ربطها بشكل أوثق بأهدافها الاستراتيجية. هذا يعني بحسب المقال التركيز بشكل أضيق على حماية نفسها وحلفائها من الإرهاب وردع إيران عن تطوير أسلحة نووية والحفاظ على تدفق التجارة وحرية الملاحة. ويعني أيضا أن تتعلم واشنطن تقديم فن الحكم الدبلوماسي والاقتصادي على العمل العسكري. الوجود الكبير لواشنطن في الشرق الأوسط هو أكثر من مجرد تبذير، لقد أوجد بيئة يميل فيها صانعو السياسة إلى استخدام الوسائل العسكرية بشكل غير متناسب بدلا من الدبلوماسية والاقتصاد لتنفيذ أجندتهم.
وأكد المقال أنه يمكن لأمريكا أن تخفف من بقايا حروبها القديمة، وعلى سبيل المثال تقليص معسكر أريف جان في الكويت، وهو قاعدة مخصصة للقوات البرية الثقيلة، وتحويله إلى مركز لوجستي يساعد في زيادة القوات العسكرية الأمريكية عند الحاجة. كما أنه يمكن لواشنطن التفاوض على اتفاقيات وصول طارئة مع شركاء إقليميين حتى تتمكن من نشر قوات وتوسيع نطاق المرافق إذا ما لزم الأمر ذلك. وإلى صحيفة واشنطن بوست وتفاصيل جديدة عن الغارات الجوية الأمريكية والمحاولة الفاشلة لمنع انهيار الجيش الأفغاني، حيث تصاعدت الغارات الجوية الأمريكية ضد حركة طالبان في أغسطس وارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة كجزء من محاولة أخيرة فاشلة لمنع انهيار الجيش الأفغاني مع سيطرة المسلحين على البلاد وفقا للبيانات التي تم الكشف عنها. وأفادت الصحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة أن موجة الغارات جاءت بعد أن تمكنت الحركة من تطويق العديد من عواصم الولايات وسيطرت في نهاية المطاف على كابول عاصمة أفغانستان في 15 من آب أغسطس. أسقطت الطائرات الحربية الأمريكية والطائرات بدون طيار حوالي 153 قنبلة أو صاروخاً أمريكياً في ذلك الشهر، ولم يصدر سلاح الجو الأمريكي مثل هذا التقرير منذ ما يقارب من عامين. ولا تشمل البيانات الضربات التي شنتها القوات الأفغانية والتي كانت تنفذ عمليات قصف بشكل روتيني حتى تم حلها من قبل الحكومة المركزية، ولكن الأرقام تقدم نظرة جديدة عن كيفية تدافع الجيش الأمريكي في الأيام الأخيرة لأطول حرب أمريكية في الخارج. وأشار التقرير إلى أن الضربات جاءت بعد أن أصبح الوضع على الأرض يائسا بشكل متزايد بسبب هزيمة القوات الأفغانية التي دربتها الولايات المتحدة للهجوم على طالبان. ولسنوات عديدة أصدرت القوات الجوية الأمريكية ملخصات القوة الجوية شهريا لإظهار الشفافية لدافعي الضرائب ولجان الكونغرس وحلفاء الولايات المتحدة، ولكن تم تعليق النشر بعد أن وقع الرئيس السابق دونالد ترامب صفقة مع طالبان في فبراير 2020 لسحب القوات الأمريكية مقابل وقف هجمات المسلحين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن وجه بإصدار البيانات مرة أخرى في محاولة وفق الصحيفة لتحسين الشفافية. قالت مجلة ناشونال انترست إن المطالب الأمنية التي صاغتها روسيا حول أوكرانيا من خلال مسودتي اتفاق مع كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو مقلقة، وتشير المجلة الأمريكية إلى أسلوب صياغة المطالب الذي يجعلها نوعا ما من الإنذار النهائي، وهو أمر تتوقع موسكو أن يرفضه الغرب بالكامل، ما يعني أنه سيشكل ذريعة لعمل عسكري أو مزيد من التصعيد في المستقبل. الأسبوع الماضي طلبت روسيا من حلفاء شمال الأطلسي إلغاء التزام صدر في عام 2008 بمنح أوكرانيا وجورجيا عضوية الحلف في يوم من الأيام، وبأن يقدم الحلف وعدا بعدم نشر أسلحة في البلدان المتاقمة لروسيا يمكن أن تهدد أمنها. وأفصحت وزارة الخارجية الروسية عن هذه المطالب في أشمل بيان لها حتى الآن حول الضمانات الأمنية التي يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد الحصول عليها من الولايات المتحدة وحلفائها. وشملت المطالب اقتراحات بشأن إجراء حوار دفاعي بشكل دوري وتجنب الاحتكاكات بين الطائرات والسفن الحربية، وهي الاقتراحات التي يمكن أن تشكل أساس المناقشات مع واشنطن بعد اتصال عبر رابطة فيديو استمر ساعتين مؤخراً
بين بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن. وبحسب المجلة، تحدد الوثيقة المقدمة اتفاقيتين قانونيتين متميزتين، الأولى حول استبعاد واشنطن التوسع شرقا لحلف الناتو، والثانية وهي مع حلف الناتو تضم نقاطا مشابهة، مثل أن الدول الأعضاء في الناتو يتحملون مسؤولية استبعاد أي توسع إضافي للحلف بما في ذلك إلى أوكرانيا ودول أخرى. وكانت روسيا قد أوضحت أن الكرملين يرفض أن تجزأ المفاوضات الحالية. وقال نائب وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف: لم تتم صياغة كلا النصين كقائمة يمكن اختيار هذا الشيء منها أو ذاك، النصان يعززان بعضهما ويجب تقييمهما بالمجمل. احتج فلسطينيون في قطاع غزة على ما وصفوه بسرقة إسرائيل لتراثهم الوطني. جاء ذلك خلال وقفة نظمتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في ساحة جامع الأزهر بغزة بمشاركة كوادر الحركة وعدد من طلبة الجامعة. وارتدت فتيات خلال الوقفة الثوب الفلسطيني، كما رددت الأغنيات الوطنية ورفعت الأعلام الفلسطينية. وعلى هامش الوقفة، قال أمين سر المكتب الحركي المركزي لحركة فتح في غزة ساهر الوليد: إن هذه الفعالية تأتي إسنادا للتراث الفلسطيني الراسخ الذي يعكس التاريخ الضارب لنا بهذه الأرض. وبداية ديسمبر كانون أول الجاري نشرت عددا من المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في إسرائيل واختتمت الاثنين الماضي، صورا على منصات التواصل الاجتماعي وهن يرتدين الزي الفلسطيني. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم. في الختام، تقبلوا منا أطيب التحيات مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.